السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. فيديو النهاردة عن شوية منتجات كده جربتها الفترة الأخيرة من ايفون، وحابة أقول رأيي عنهم وتجربتي معاهم، عشان أكيد بنات كتير بتبقى عايزة تشتري حاجات ومتبقاش عارفة الحاجة دي حلوة الحاجة دي وحشة. فكل فترة بعمل لكم عن منتجات ايفون والحاجات اللي أنا جربتها من ايفون. فيلا بينا نبتدي الفيديو، منرغيش أكتر من كده، ومتنسوش تتابعوني على انستجرام عشان هناك بنعمل ريلز عن كل منتج لوحده، ويلا بينا نبتدي. يلا بينا نبتدي عن اول حاجة انا جربتها، وهي السبراي بتاع فك التشابك من فروزن ده من ايفون. الامانة ان انا على طول بستخدم اللي هو بالمانجا بتاع الاطفال، انا بجيبه لبنتي اصلا ومخلصة منه. طبعا اللي متابعني وتابع فيديوهاتي انا مخلصة منه بدون مبالغة مثلا 10 15 بدون مبالغة، يعني بيخلص بجيبه، لان بنتي شعرها بيتشابك بسرعة جدا وجاف جدا، فانا ما بستغناش عنه. فقلت هي طبعا عجبها شكل ازازة فروزن وبتاع، وقالت لي اجيبه. للامانة هو حلو بيفك التشابك كل حاجة، بس ريحته مش احلى حاجة، يعني بتاع المانجا انا بالنسبة لي بتاع المانجا احلى من ده بكتير، سواء في الريحة ممكن تكون التركيبة قريبة من بعض يعني، بس انا حبيت برضو بتاع المانجا اكتر، ومش هرجع اشتري ده تاني، هرجع اشتري بتاع المانجا زي ما انا بعمل على طول. يعني المنتج اللي بعد كده اللي انا جربته برضو من ايفن هو كريم الرجلين ده كريم للقدم، تمام، من اسمه فوت ووركس، تمام، ده باللافندر. اول حاجة هو ريحته حلوة جدا، بصوا هو ده شكله كده، ريحته حلوة جدا، الملمس بتاعه على غير العادة خفيف، يعني دايما الكريمات بتاعة الأقدام بتبقى شوية تقيلة وسميكة، لا ده الملمس بتاعه يعني في سيك شويه، بس مش تقيل اللي هي الكريمات اللي هي بتبقى عامله زي كريمات الاقدام، شويه بتبقى شويه زي المرهم، لا ده كريم خفيف بيرطب الرجل حلو على فكره جدا، بس يعني مش هيعمل حاجه مع الاقدام اللي هي متشققه وتعبانه قوي وكده، لا ده مش اقوى حاجه ليها، لكن هو هيبقى حلو جدا للناس اللي على طول بتعتني باقدامهم ودايما مهتمه باقدامها، بتعمل لها سكراب مش عارفه ايه ودايما مهتمه باقدامها. الكريم ده هيبقى لذيذ وخفيف وما بيعرقش الرجلين، وريحته حلوه، لطيف جدا لكده، لكن الناس اللي رجلها تعبانه وبتسيب رجلها لحد ما تشقق ده مش افضل علاج ليكم. نيجي بعد كده عند مجموعه الاوكسي بيور من ايفون، والمجموعه دي للاسف الشديد ان ايفون مش بتنزلها كل كاتالوج، يعني شويه بتلاقوها شويه ما بتلاقوهاش، وهي عباره عن كريم نهاري في 20 اس بي اف، في حمايه من الشمس يعني 20، وطبعا دي نسبه قليله مش كبيره، ما ينفعش نحطها وننزل نقف في الشمس كده نقول لها انا اهو، تمام. والسبراي دوت ده سبراي كده ميست منعش ومرطب للبشره. رايي في المجموعه دي انها لطيفه جدا جدا، هي مناسبه لكل انواع البشره، لكن زي ما انا قلت اللي متابعني على الانستجرام عملت لكم ريل مخصوص عن المجموعه دي. الكريم بتاع المجموعه دي يا جماعه ثيك، يعني تخين شويه، تمام، يعني مش خفيف قوي، ممكن زي ما قلت الناس بتوع اصحاب البشره الدهنيه قوي ما تحبوش، لكن هو مناسب لجميع انواع البشره بصراحه، ما طلعش دهون، ترطيبه عالي جدا جدا، ممكن اصحاب البشره الجافه والعاديه والمختلطه الجافه يحبوه اكتر من اصحاب البشره الدهنيه بكتير، ترطيبه فعليا عالي جدا جدا جدا، لكن في برفيم يعني في ريحه قويه، فانت لو ما بتحبيش الروائح برده مش هتحبيه، لكن انا بالنسبه لي شايفه ان ريحته حلوه جدا، لان هو اصلا بالروائح بتاعته هو بالطحالب البحريه، فهي ريحه بحر اقوى وكده، الحاجات دي بتبقى ريحتها كتير منعشه، فيعني الكريم بتاع ده حلو قوي، بس انا عن نفسي كرو كبشره مختلطه الدهنيه هستخدمه في الشتاء مش هستخدمه في الصيف، تمام كده. لكن بقى نيجي للميست ده شتاء وصيف وكل الاوقات برشه، وانا بعمل ميك اب برشه لما اكون عايزه ترطيب كده خفيف على بشرتي، برشه على اي حاجه بصراحه، يعني برشه حتى وانا بدمج ببيوتي بلندر، لطيف جدا 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 جدا، بس هو برده فيه ريحه وممكن يحرق شويه لو بشرتك ملتهبه ولا حاجه، لان هو فيه كحول. نيجي بعد كده عن منتجين من المنتجات اللي انا استخدمتهم من ايفون الفتره الاخيره وكتير حبيتهم بصراحه، وهم من اللاين بتاع ادفانس كلينك للشعر، تمام، سوري ادفانس كلينك ايه، ادفانس ادفانس تكنيكس للشعر. واحد فيهم تريتمنت اويل والتاني تريتمنت سبراي. ايه الفرق ما بينهم يا رورو؟ برضو عملت لكم عنهم على الانستجرام ريل لوحدهم، بس هنا بقى اقول تاني الكلام للي ما شافش الانستجرام. التريتمنت سبراي هو بيبقى نصه زيت ونصه كده حاجات تانية، فلازم يترج كويس جدا قبل ما يترش، تمام. تاني حاجة ريحته حلوه ولطيفه، بس ريحته مش زعقه يعني، بس لطيف، انا بحب استخدمه جدا زي ما انتم شايفين، انا مستخدمه منه حبه حلوين، بستخدمه ليا ولبنتي لما نكون هنعمل بيبي ليس او هنفرد شعرنا يعني بالمكوى او كده، جماعه بيخلي الشعر
يعني مش متخيلين اللمعة اللي بتبقى في الشعر لما برش التريتمنت دوت على الشعر قبل ما بعمل بيبي ليس. بيخلي الشعر بيلمع بيضوي كده فعليا والله العظيم بدون مبالغة. تاني حاجة بيقلل هيشان الشعر كتير جدا. ساعات لما بتعملي شعرك بالبيبي ليس تحسي ان في شعر متنتف واقف كده، لا ده ما بيخليش الشعر كده خالص، وفي نفس الوقت ما فيش تزييت تماما ولا بيطلع الريحة ولا الدخنة الرهيبة اللي انتوا بتشوفوها. فده حلو جدا 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 للناس اللي بتفرد شعرها وبتعرض شعرها للهيت كتير. البتاع ده لطيف جدا 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 وبيخلي الشعر بيلمع زي اللؤلؤ كده. تاني حاجة بقى نيجي للأويل تريتمنت. ده بقى بيدهن الشعر، ده بقى يا جماعة ملمسه زيتي جدا، يعني هو بصوا حتى هتلاقوه تقيل شوية، ملمسه زيتي جدا جدا، يعني بتحطيه على ايدك بصوا تلاقوا زيت، يعني بصوا مزيت ازاي. لكن عايزة اقول لكم ان انتوا لما بتحطوه على الشعر، عايزة منديل، عايزة اروح امسح ايدي لحسن ابوظ الطرحة وارجع لكم. عايزه اقول لكم ان رغم الملمس الزيتي اللي انتوا شفتوه ده، انه لما بيتحط على الشعر ما بيزيتش الشعر ولا بيخليه ملزق خالص 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 بجد، وبيخلي الشعر ريحته حلوه جدا، بيطري الشعر جدا، حلو جدا للناس اللي شعرها جاف وشعرها دهني وكل الحاجه، يعني بجد مناسب لكل انواع الشعر. يعني انا بنتي شعرها جاف جدا، عايزه اقول لكم انه بيخلي شعرها طري طري، وبيخلي شعرها كده بيتسرح بسهوله، ريحته جميله بجد رائع. وانا كمان شعري عادي، لكن فروه راسي دهنيه، انا مجوش طبعا عن فروه الراس، لكن انا شعري عادي رائع معايا يا جماعه بجد خطير. انا بستخسر استخدمه لنفسي وبفضل مخليه لبنتي، تحفه وبجد اللي هيستخدمه هيدعي لي. المنتج اللي بعد كده وكان بالنسبه لي حاجه غريبه جدا اللي حصل معايا فيه. طبعا زي ما انتم شايفين انا مستخدمه المنتج حبه حلوين، وهو الكريم الجديد بتاع انيو اللي هو من اللاين بتاع الفيتامين سي. ده المفروض مرطب جديد ايفون منزلاه بالفيتامين سي، وفي نفس الوقت هو فيه معامل حمايه من الشمس اللي هو الاس بي اف بتاعه 50، وهي دي النسبه اللي احنا كلنا بنروح نشتريها كمعامل حمايه من الشمس. ولقيت انه مكتوب عليه في البروشور اللي بيجي معاه انه بيحمي من اشعه اليو في اي واليو في بي، وده معناه ان نقدر ننزل بيه بالشمس عادي جدا، يعني هو مرطب وفي نفس الوقت ايه وعامل حمايه من الشمس. الغريبه في المنتج دوت، اول حاجه هو ملمسه يا جماعه زي ما انا قلت على الانستجرام برضو، مش عارفه هتكون نزلت الريل بتاعه ولا لا. الملمس بتاعه تقيل وثيك جدا، مش بينزل كده ولا حاجه، لا هو الملمس بتاعه تقيل وفي نفس الوقت مش زيتي. يعني دايما المنتجات اللي بتبقى تقيله تحسي ان الملمس بتاعها كده زيتي ومليانه دهون، لا خالص بالعكس، الملمس بتاعه تحسي ان هو فيه بودر تقيل عشان فيه نوع من الباودر، معرفش تقيل كده، مش بيدهن بسهوله. حتى انا بحب اعمله تاب كده على بشرتي اكتر من ان انا ادهنه، وفي نفس الوقت سبحان الله ما بيعملش اي وايت كاست خالص، يعني بصوا البشره بتشربه تماما، بس بيسيب لمعه بقى يا جماعه في البشره خطيره، بتقعد طول اليوم لحد ما تيجي تتوضي عشان تشيليه او تتوضي، يعني ممكن اللمعه دي تخف، لكن فعليا بيقعد طول اليوم، ترطيبه رائع جدا بصراحه. كان عاجبني قوي 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 الفتره الاخيره كنت بستخدمها، كنا لسه في اواخر الشتاء كده ما دخلناش في الصيف، فاهم؟ لحد جه الكام يوم الاخاره دول بقيت بستخدمه، وانا بستخدمه لما باجي افركه على وشي كده بلاقيه ان هو بيفرول. انا مش فاهمه، ما كانش بيعمل معايا كده خالص في الشتاء خالص خالص، لكن لقيته انه اول ما دخلنا في الصيف كده لقيت انه مع الدعك الكتير بصراحه في البشره لقيت انه بيفرول، وده معناه انه ما ينفعش كبيز للميك اب، على الرغم ان هم كاتبين ان انت تقدري تستخدميه قبل الميك اب عادي، لا ده مع الميك اب هيفرول الميك اب وهيبقى مش حلو خالص. هو يا دوبك بقى ايه نحطه كده على بشرتنا واخرنا معاه حبه تنت زي ما انا عامله دلوقتي. على فكره انا دلوقتي دهنيه على بشرتي ماشي، وحاطه تنت وحاطه كمان الهايلايتر الرهيب ده الجديد بتاع شي جلام، ان شاء الله باذن الله هينزل لكم عليه ريل على انستجرام وشورتس هنا على اليوتيوب. بصوا يا جماعه اللمعه بتاعته خطير. المهم يعني ان هو بصوا انا حاطه الكريم دلوقتي مش مفرول ولا اي حاجه، بس هو بيفرول لما تفضلي تدعكي في وشك كتير، وزي ما قلت لكم ولا تدعكي في وشك كتير ولا تحطي ميك اب قبليه، غير كده هو بيدي لمعه حلوه جدا للوش لو تحطيه لوحده. لو انت من الناس اللي بتحب الجلو الجامد وبتحبي بشرتك كده تحسي ان هي بجد فيها جلو قوي، عشان في ناس بتحس ان الجلو ده تزييت، لا لو انت بتحبي الجلو فهتحبيه قوي. بس انا لازم اقول لكم على العيب اللي انا اكتشفته الفتره الاخيره منه.
نيجي للمنتجات اللي بعد كده وهي المجموعة الجديدة من بلانت سبا. انا اصلا بحب بلانت سبا جدا يا جماعة، فنزل مجموعة جديدة. وايه بقى؟ مجموعة بالمينرال ديت سي، يعني اللي هو يعني اللي هي اسمها ايه، املاح او معادن البحر الميت. وانا اي حاجة ليها علاقة بالبحر والاكوا والاملاح والطحالب والحاجات دي هتلاقوني على طول بجري عليها، لاني بحب الروائح الفريش دي جدا. فجبت وهي فيها اربع منتجات. انا جبت اللي هو الغسول بتاع البادي او الجيل، يعني اللي هو الرغوي، يعني اللي هو الجيل شاور والبادي باتر بتاعتهم. المجموعة دي اسمها صعب قوي، اسمها ترانكوليتري ريتشوال، غريبة جدا. المهم يا جماعة ان البادي باتر رائعة. بصوا انا واكلاها، انا مش عارفة باين عندكم ولا ايه، بصوا انا ايدي مغروزة فيها للاخر، بس عشان بيضة مش باين، شايفين؟ تحفة تحفة تحفة، من هنا للسنة الجاية تحفة. اول حاجة طبعا الريحة، زي ما قلت لكم انا بعشق جدا الروائح الفريش، اللي هو اللي انتي ريحة فريش كده يا جماعة، تديكي كده انتعاش، عايزة مصيف يعني. هتحبوها قوي في الصيف، هتحبوها قوي في الصيف. يعني انا بالنسبة لي المجموعة دي، عارفين ناقصها ايه؟ ناقصها مست يترش كده بعد الشاور. بعمل بالجيل شاور ده، بيرغي حلو جدا، بينظف حلو جدا، وريحته جميله جدا. وانتي بتستحمي كده مع الميه بيعمل ريحه كده في الجو الحمام رهيبه. وبعدين اخرج احط البادي باتر دي وارش المست، يا لهوي بجد مكان ناقصها مست. انا بطالبهم ان هم يعملوا مست بجد للمجموعه دي عشان يعزز الريحه اكتر ويخلي الريحه تثبت اكتر، مع ان الريحه بتثبت حبه حلوين. يعني في ساعات بادي باتر بمجرد ما بتخرجي من باب الحمام ريحتها بتروح، لا دي بتقعد معاكي حتى لحد ما تصحي الصبح في هدومك كده، بيبقى حلو جدا، ريحتها حلوه، ترطيبها حلو، خطيره. يا جماعه ارجوكوا ايفون اعملوا مست للمجموعه دي، عجبتني قوي قوي. للناس اللي بتحب الروائح الفريش الصيفي تبقى رهيبه يا جماعه في المصيف والصيف وكده، بجد حيويه كده فريش قوي، عجبتني جدا بصراحه. بس كده ده كان المنتجات اللي انا استخدمتها من ايفون جديد. واي حاجه جديده طبعا اول باول بقول لكم على الانستجرام وهنا على اليوتيوب، فتابعوني وما تنسوش تعملوا لايك، ولو مش مشترك في القناه اشتركي برده عشان يوصلك كل جديد. واستنوا بقى الجلو الرهيب بتاع شيك لاب ده. باي باي.